سوزان، هذا هو سيدي بوسعيد الرائع الجميل اللي كل اللي يزورونا دائما اول سؤال يسالونا عليه، نحبوا نشوفوا سيدي بوسعيد. هاك شفتوا سيدي بوسعيد شنو رايك فيه؟ كثير حلو، احلى ما وصفوا لي، احلى من اللي وصفوه لك. كثير حلو. صعيب وصفه؟ مش صعيب، بس المنظر كثير حلو، يعني كل شيء فيه قديم انتيك، كل شيء فيه بيرجعك 200 300 سنه لورا. كثير حلو ورايق، ترجع بالزمن لورا، رومانسي الجو. يلا نختنموا فرصه هالجو الرومانسي وتقدم لنا مجموعه من الاعترافات في فقره منوعات موسيقى اعترافات. أول اعتراف أنه أنا بحبكم كتير، عايشك، وبهمني كتير كتير محبة الشعب التونسي لإلي. ثاني اعتراف، أحياناً كتير ببعد عن بلدي، بس حنيني لإلها بعذبني، يعني بضل قلبي ببيروت، بتوحشني كتير. تالت اعتراف، بحب الناس اللي بحبهم يكونوا دايما حولي، يعني يكونوا دايما معي، حد نظري ما بحب يبعدوا عني ابدا. كمان هالشي بيكون اوقات صعب، كمان بيتعب. رابع اعتراف، مش حابه فيلم من هون. خلوني هون. احلى شيء. لا صراحه هيك والله انت منورتنا يا حبيبه قلبي، بس شغلي يعني بيجبرني. ياريت كل شيء بحبه الإنسان بيقدر ياريت يحصل عليه. خامس اعتراف، المجال الفني مجال كتير صعب، وخصوصاً على فتاة، فكتير صعب إنه تحاولي تحافظي على حالك سيدة محترمة في وسط، في هذا الوسط. فهيدا كمان شيء كتير صعب، وشيء كتير بعذب الفنانة تتوصل بشكل مزبوط وسليم، ويحبوها الناس بصورة فتاة شرقية بنتهم أختهم. هيدي كتير صعبة تتوصل الصورة هاي للجمهور، للناس، ويصدقوك خاصة طبعا. نعم. سادس اعتراف، طموحي وقف على مسرح قرطاج ولاقي توانسة يشجعوني ويغنوا أغنية معي، وإن شاء الله يا رب بيكون إلي لقاء قريب كتير فيهم إن شاء الله بمهرجان قرطاج. نعم. وأنا نعترف أنه أول ما وصلنا لسيدي بوسعيد فما مجموعة من الأطفال الصغار قالوا لها هاي شاكيرة. فما شباب بينك وبين شاكيرة؟ ما بعرف كتير هيك، يمكن ستايل شعري أو شيء أو لبسي، ما بعرف. على كل حال أنت سوزان تميم. أنا طبعا. يلا. كل إنسان لازم يفخر بنفسه شو أكيد هو. أكيد. نوصل جولتنا؟ يلا.